السلام عليكم، معكم سيد علي من الإسماعيلية مصر. إن شاء الله النهاردة نبدأ إن احنا نشرح التيشيرت. عايز بس تقول رأيكم في الصوت، لأن النهاردة بنستخدم حاجة جديدة اسمها مايك كوندنسر، ومايك كوندنسر ده بيساعد على تحسين الصوت. إن شاء الله النهاردة هنشرح تيشيرت وطريقة عمل التيشيرت. في ناس كتيرة بمناسبة الصيف، وكل سنة وأنتم طيبين، نفسها تعرف إزاي تعمل التيشيرت، والتيشيرت سهل جدا الرجالي. فالنهاردة إن شاء الله هنعمل التيشيرت الرجالي، ونسأل الله العظيم ان هو يتقبل وتكون سهلة العملية. بصوا يا جماعة، قبل ما نشرح التيشيرت، هو طبعا اي حاجة زي ما احنا قلنا قبل كده في التفصيل سهلة، لكن قبل ما نشرح التيشيرت في حاجة اسمها نسبة لكر. ان شاء الله في نهاية الفيديو هتلاقي في فيديو يظهر لكم على في نهاية الشاشة، هيبقى بتحسب حاجة اسمها نسبة اللكرة. لان انت ممكن تروح تشتري تيشيرت مقاس ميديم، تشتري تيشيرت تاني مقاس ميديم، وتشتري تيشيرت تالت مقاس ميديم، وتحط التلاتة على بعض تلاقيهم هما التلاتة مختلفين. دول بيعتمدوا على حاجة اسمها نسبة اللكرة. والنسبة اللكرة دي انت هتحتاجوه انكم تعرفوها، فانا هسيب لكم الفيديو في اخر الفيديو دوت، لانها هتساعدكم في طريقة عمل التيشيرت. طيب، اول حاجة هنعمل التيشيرت، اول حاجة هنعمل الستر. اهم حاجة لما بنيجي نعمل باترون بقى يا جماعة، بنيجي نحط الورقة دي بالملي على الناحية اللي قصادها بالملي جدا، وبنربط الورقة عشان نقدر نطلعها ده لو عايزين احنا نعمل باترون. طبعا في ورق تاني يختلف عن الورق ده خالص، ده لما بنكون بنعمل عينات، وان شاء الله هحاول اوريه لكم. في ورق ده مسطر بالملي، يعني هو مسطر مليهات جنب بعض، ده بيساعد في رسم الباترون اوضح اللي عايز يعمل الباترون بالملي. بس طبعا الورق ده لا يمكن يمشي فيه الورق ده معمول بالملي، فلا يمكن يمشي فيه القلم ده، لان القلم ده لوحده حوالي 2 ملي في الخط بتاعه. طيب نبدأ التيشيرت مع بعض. طبعا هنعمله زي ما بنعمله في الورش بسرعة. احنا اول حاجة بنسيب مسافة الرقبة 8 سنتي. في التيشيرت بتوصل ل8 وبتوصل ل9 وبتوصل ل9 ونص كمان. ليه؟ لان في شريط بيركب لقدام اللي هو الشريط بتاع الرقبة. يبقى عندنا الرقبة ديت بتتحسب لها 3 حسابات. لو هنعمل لها شريط منها فيها، ده ما بنسبلوش خياطة، لان الشريط بيبقى راكب عليها زي الكزاف كده، بيسموه بنجزفه. وفي شريط تاني عرض 2 سنتي، فبنضطر ان احنا نرجع بالرقبة شوية. فعرض الرقبة دي بيتحدد على عرض الشريط او شكل الشريط اللي هيركب في التيشيرت، فما اقدرش ان انا احدده بالظبط هنا. فاحنا بنديله مثال 8 سنتي الا ما نعرف موديل التيشيرت ايه. عندنا عرض الكتف من الكتف للتاني 44، نصهم 22. بصوا يا جماعه، ميل الكتف في التيشيرت ما يزيدش عن 3 سنتي. طيب عندنا دوران الكم كله 32 سنتي، دوران الكم 32 سنتي، دوران الصدر 100 سنتي، عندنا دوران الصدر 100 سنتي. فاحنا عندنا هنا هنشوف دوران الصدر كام؟ قلنا 100، يبقى نص ربعه 25. لو قلنا دوران الكم 32 يبقى نصه كام؟ 17. يبقى انا هنزل من عند الكتف بعد ما عملت ميل الكتف 17 سنتي بتوعي. معلومة بقى، احنا قسنا الكتف من هنا، من هنا لهنا طلع 22 سنتي، من هنا لهنا طلع كام؟ 25 سنتي. يعني الفرق بين المسافة من هنا وهنا حوالي 3 سنتي. في التيشيرت ما بتزيدش عن 3 ل 4 سنتي. يعني ما فيش واحد يقول لي مثلا دوران الصدر 110 والكتف 22 فيعمل لي الدوران ده كله ب 7 سم 8 سم، الكلام ده مش موجود. يعني هو المسافه بس اللي خارجه بتاعت الصدر عن الظهر ما تزيدش عن 3 سم. بدخل لها 1 سم لجوه، يعني باجي اخد خط من هنا عندي ال 17 سم من اول هنا لحد هنا، بقسمهم 2 وادخل عليهم 1 سم، يبقى من هنا 22 ومن هنا كام؟ 21.
واروح واخد الخط اللي احنا قلنا عليه في نص الجيرو بالظبط. طبعا احنا قلنا نزلنا من هنا لهنا 17 سنتي، يعني يا دوبك هندور الجيرو بس. التيشيرت بينزل حتة واحدة، بيبقى هنا الدوران 100 بنزل تحت 100. واخده خط مستقيم. باجي عند الوسط هنا بدخل 1 سنتي، 1 سنتي بس تكسيم في التيشيرت ما يزيدش عن كده. عندي طول التيشيرت 60 سنتي. فبحط طول التيشيرت معايا اللي هو 60 سنتي، حط المثلث بحط المثلث واعمل. هنا بقى هيجي عندي دوران الرقبة. دوران الرقبة ده مشكلة لان انا مش عارف الموديل ايه، فاما هعمله دوران هركب عليه شريط، يا اما هعمله 7 واركب عليه شريط 7، يا اما هعمله كذا شكل. فهو بس اختلاف الرقبة هو اللي بيختلف في التيشيرتات، لكن كل التيشيرتات واحد. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا بشرح الطريقة بسيطة عشان بره البطلون تكون اسهل. يعني هنعمل الدوران مثلا 7، التيشيرت 7، هنزل حوالي 13 سنتي مثلا او لحد 15 سنتي كمان. ليه بقى؟ لان التيشيرت لما بركب له الشريط ال7 بيطلع حوالي 2 سنتي لفوق. طبعا انا عملت بخط تخين، قلم خط تخين، احاول وانا بقص احاول اظهر لكم البطلون اكتر. طبعا دورت الرقبة شوية عشان الخط ده تخين ما ينفعش يتمسح. زي ما انتم شايفين دوران الجيرو ما بيكونش كبير خالص في التيشيرت، بيكون يا دوبك 3 سم، ما يطلعش اكتر من كده. 3 يعني اكتر حاجة فرق 4 سم بينهم هما الاثنين. وانزل بالتيشيرت. كده التيشيرت ودي الرقبه بتاعته انا عملتها 7. كنت ممكن اعملها دوران واغير الشكل بتاعها زي ما انا عايز، ممكن اعملها دوران بفتحه بزراير من قدام، كذا نوع او كذا فكره. فكره التيشيرت تختلف ما فيهاش مشكله، زي ما قلنا اختلاف التيشيرتات كلها تعتبر في الرقبه بس. طيب في سؤال بيجي ازاي؟ طبعا هنجيب ورقه ثانيه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ان احنا نعمل الظهر برضو. هنحط البطلون الورق زي ما هو كده بالظبط، نظبطه وبعدين بنعدل ورقنا وبنحط الصدر. الظهر بيكون اسهل من الصدر خالص. كل اللي احنا هنعمله نحطه بالظبط. هناخد النقطة بتاعت الجنب وناخد الطول وناخد الكتف وننزل هنا عن الكتف من قدام 1.5 سنتي وندور الكتف. هنا طبعا خدنا الكتف، هنروح واخدين حتة صغيرة كده هنعملها، وبعدين بنشيل خالص الستر وننزل خط مستقيم ونيجي هنا على الحتة دي ندورها. طبعا اللي عايز يعرف الاختلاف بين كل تيشيرت والتاني ايه، او المقاسات انا هسيب لكم في اخر الفيديو طريقه الفيديو بتاعه، طريقه نسبه الليكرا عشان تقدروا تحسبوها من بين خامه وخامه. يبقى التيشيرت ده تقريبا كلهم واحد، بيتلعبوا في حاجه واحده بس، بيتلعب في حركه الرقبه وبيتلعب في نوع الخامه. نوع الخامه هتلاقوه في اخر فيديو وان شاء الله تعجبكم.
كده بقى احنا عملنا التيشيرت صدر وضهر تقريبا من غير حسابات كتيره خالص وبطريقه بسيطه خالص. يبقى كده عندنا صدر التيشيرت وادي وظهر التيشيرت، والتيشيرت يطلع زي ما انتم شايفين كده. كل اللي بيختلف بس في وسع التيشيرت او تقسيمته. ده يعتبر تيشيرت واسع جدا 25، يعني مديني التيشيرت دوت يلبس مقاس محترم جدا، لان هو بيعتمد على نسبه الليكرا، ونسبه الليكرا يا جماعه بتشتغل بالماينس مش بالبلس. يعني ايه؟ يعني لو احنا قلنا خلي بالكم انا عملته 100 بالخياطات، مع ان هو 100 على الطبيعه، انا حسبته 100 بالخياطات. ليه بقى؟ لان بيتعمل حاجه اسمها بيتخصم ماينس، يعني بيتخصم من البترول نفسه نسبه 4 ل 8 سم، من 4 ل 8 سم في التيشيرت. فاحنا ممكن نخصم منه في الربع الواحد 1 سم، ففي الدائر كله 4 سم. فدي بتتحسب على حسب نسبه الليكرا. فانا دلوقتي عملت الدوران 100 بالخياطات، فلما يتخيط هيعمل لي كام؟ حوالي مثلا 96. نسبة الليكرا هي اللي بتكمل التيشيرت. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هتلاقوا فيديو في اخر على نهاية الشاشة، هتلاقوا فيديو فيه ازاي تحسموا نسبة الليكرا ديت. طبعا التيشيرت ده يعتبر تيشيرت كويس وكبير ومساحته كبيرة وحلو، ورجالي يعتبر يلبس مقاس كويس مليان بالمقاس دوت. طب عايزين نعمل الكم، الكم اسهل منه مفيش بقى. الكم بيبقى عندي مقاسين كده يا جماعة، عايزين نقسم نعرفهم ايه هما. اول حاجة بقيس، شفت انت الحتة اللي احنا قلنا قسمناها اتنين دي، بقيسها طلعت كام؟ طلعت 10. والعشرة دي بحطها هنا واروح قايس، تروح مدياني 19 سم. مش بلف مع الجيرو، لا بقيس كام؟ 19 سم. يبقى هنا لحد هنا نقطة، ومن هنا لهنا نقطة، يدوني كام؟ يدوني 19 سم. ده انا لسه في التيشيرت اهو. طيب انا نزلت من هنا لهنا كام؟ نزلت من هنا لهنا 17 سم. يبقى انا بحتفظ برقمين دلوقتي، من هنا لهنا 17 سم. يعني انا قلت لكم ان دوران الدراع 2، هنقول 34. 34 نصهم كام؟ نصهم 17 سم. فاحنا نزلنا من هنا لهنا كام؟ 17 سم. طيب من هنا لحد نص الجيرو عامل 10، ومن هنا لحد تكملة الاخر عامل كام؟ عامل 19. يبقى انا هحتفظ برقمين، رقم النزلة بتاعتي اللي هو 17، ورقم الايه؟ اللفة بتاعتي اللي هو كام؟ 19 سم. الرقمين دول هخليهم معايا واركنهم كده. اول حاجة احنا هنعمل طول الكم بتاعي 22 سم زي ما قلنا اهو. عندنا احنا قلنا وسع الكم كام؟ 17. الرقمين اللي احنا قلنا نحافظ عليهم ادي 17 ماشي. هنقيس من الزاويه دي للزاويه دي 19 سم، فهنمشي زي الدايره كده. شايفين حركه الدايره دي؟ انا ماشي بالمزوره دايره، فهشوف الدايره ال 19 سم دول هيلمسوا فين بالظبط. لمسوا هنا، هروح حاطط النقطه هنا، هتبقى النقطه دي 17 كده و 19 كده. دي هاخد عليها طول خط طولي وهقسمها 2، وهقسم دي 2، وهقسم دي 2. هطلع سنتي لفوق وانزل سنتي لتحت بايديا. هنا 17 سم وسع الكم، هنزل عليه من 3 ل 4 سم تحت، فهيديني ده مثلا 15 سم لكام؟ ل 16 سم. واروح واخده واخد عليه خط مستقيم. طب سؤال بقى، انا لسه ما مسكتش الجيرو، هل الكم ده هيطلع على قد الجيرو؟ يعني هل احنا بنعمل كده بالسرعه كده، هل الكم ده هيطلع على قد الجيرو؟
يعني هل الكم عملناه بسرعه كده؟ هل الكم يطلع على قد الجيرو؟ بصوا كده احنا لو قسنا الكم بالظبط بالملي. عايز اقول لكم معلومه جميله قوي جدا، يعني انا ما حسبتش السنتي الخياطه اللي فوق اللي هو بتاع الكتف، لو انا سبته وعملت كده هيبقى فيه سنتي بس تشريب خفيف خالص. بصوا اهو طالع اهو سنتي الخفيف كده، الجيرو الكم طالع على قد الكم من غير مقاسات. في سؤال اخير بيتسال، طيب انا هسيب خياطات قد ايه؟ بصوا يا جماعه المصانع الكبيره او مصانع ملابس الجاهزه الكبيره بتشتغل بحاجه اسمها اوردر. الاوردر دوت انا عايز اديك عنه خلفيه علشان تبقى انت عارف ازاي تسيب نسب الخياطه. التيشيرت من قدام بيديني اورليه، يبقى انا هسيب للكم مثلا كام سنتي في الحته دي؟ هسيب 2 سنتي. هنا بيركب اوفر 4 فتله، يبقى بسيب له كام زياده؟ 6 مللي. طيب التيشيرت بيديني كام؟ 2 سنتي، يبقى انا هسيب له من تحت كام؟ 2 سنتي. بيتقفل بالاوفر فوق 4، يبقى كده كام؟ 6 مللي. يبقى اذا بسيب نسبه خياطه قد ايه؟ بسيب نسبه خياطه على حسب المكنه اللي هتخيط. بسيب نسبه خياطه قد ايه؟ بسيب نسبه خياطه على حسب المكنه اللي هتخيط. وزي ما انتم شايفين كده التيشيرت قدامكم، طريقه سهله جدا. وادي الكم اهو، خلي بالكوا الكم ده لو انا حطيت على خط مستقيم عندي على البنك كده وقست النزله بتاعته، خط مستقيم كده على البنك عندي وقست النزله بتاعته ما تزيدش عن 7 8 سنتي كده بالظبط 7 سنتي، يبقى ثقه الجيرو دي في التيشيرت ما تزيدش عن 7 8 سنتي. ولو عرفتوا تعملوا الحسبه اللي هي بتاعت 19 وال 17 دول، اولا مش هتحتاجوا انكم تقيسوا الجيرو، ثانيا هتعرفوا تعملوا اي جيرو بمقاس سهل جدا. اوعوا تنسوا انكم تدوسوا على زرار الاشتراك تحت الفيديو وتدوسوا لايك لو كان الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.